في كل مكان أجدد الترحيب بكم وأتمنى وأدعو الله بأن أوفق في هذه التجربة الجديدة وأن أكون إضافة إلى جميع الزملاء الرائعين والمبدعين. ولا أنسى حقيقة أن أوجه شكر لكل المسؤولين في قنوات سي سي الرياضية على ثقتهم الكبيرة وعلى تقديرهم. ولا يمكن أن أنسى أن أوجه الشكر لكل ما وصلني منكم من ترحيب وحفاوة واستقبال كبيرة جدا، ليست بغريبة عليكم لكنها تحملني مسؤولية كبيرة وتضعني حقيقة تحت ضغط لتقديم ما يليق بذائقتكم. الصافرة تنطلق والعناوين لكل صحف العالم وصفقات كبيرة، ولكن كريستيانو يتقدم الآن، يسقط الآن. ماذا يقول الحكم؟ الفرصة الأولى لكريستيانو بعد تمريرة كانت من بروزوفيج، ولكن الكرة أيضا بالطول وبتتحول بعد ذلك إلى ضربة ركنية. شوفوا التمريرة، شوفوا بروزوفيج، شوفوا انطلاقة كريستيانو رونالدو في الجهة اليمنى، حاول أن يفتح مساحة، يريد أن يسجل سابع أهدافه في بطولة الدوري. أذكر السادة المشاهدين بأنه هداف بطولة الدوري في الجولات الخمس الماضية، وأكثر من ساهم في هذا الموسم أو مساندة بعد ذلك الأظهرة في بعض الكرات. شايف هذا تافاريز والمحطة الهجومية، الكرة بترجع في الجهة اليمنى إلى محمد الدوسري، محمد الدوسري ليتقدم، بيرسل الكرة في مكان الرائد، قد يشعل البدايات، الرائد قد يبدأ التحدي، الرائد يصوب الكرة العرضية، الفرصة الأولى يا لهذه الكرة. الكرة في مكان سليم لكن ما كان في متابعة، والكرة بالتالي بتضيع في اللقطة الماضية ولتصل إلى حارس المرمى نواف العقيدي. آخر فوز للرائد في 2016 2-1، تذكرون بنغورا وجفين البيش لمصلحة. شوف الآن فريقين في ملعب واحد، كرة بترجع وصلت إلى ساديو ماني، ساديو في الجهة اليمنى، لاعب على لاعب، وقف، عدى، انطلق، مر، عرض، صوب، الله يا ساديو. شوف هذه سحب الأول من بين الأقدام، الله على المرور، شوف الكرة والتصويبة. والكل يعرف بأن ساديو ماني لم يصل حتى الآن لكل ما لديه بالرغم من تألقه في الأسابيع. أوتافيو إلى بروزوفيتش، القطعة التي كان ينتظرها فريق النصر والتي بها يكتمل. الكرة العرضية إلى ساديو يا ماني، تشكيلة ثنائية متفاهمة، لكن الله على التمريرة، الله على الكرة. لا 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 يا تفاريز، تضيع هذه أمام النصر، ماذا تتوقع؟ ماذا تنتظر؟ هل تريد في كل مرة كرة؟ هل كانت من فوزير؟ الله على اللمسة، شوف تفاريز، كرة ليماني هناك، كرة لتفاريز هنا. الآن المباراة تعطينا وجهها بفرص أخطر، مواجهة تنفذ، عادت الآن، الضغط ينجح، ممتاز الآن فريق الرائد، فوزير خطفها، بيرسل الكرة إلى تفاريز، لو دار، بيلعب الكرة، الله! أخطر كرات الشوط كانت حمراء وكادوا أن يتجاوزوا الخطوط الحمراء. يا للرائد يا للرائد، شوف فوزير بيلعب الكرة إلى تفاريز، شوف الدوران، بيرسل الكرة إلى السنبول. الله يا يحيى يا يحيى، القائم وقف مع نواف والفرصة ضاعت على فريق الرائد، والتكتيك ما زال ينجح حتى الآن، والنصر حتى اللحظة لا يجد فرصه الحقيقية. اللاعب لا يمر، ونمر هناك خطأ، بروزوفيتش يا سلام، يرسل الكرة إلى ساديو، الله، ساديو عدى، الحلول الفردية، ممكن العرضية، الرأسية لا تأتي، بروزوفيتش قوية، سلاح التسديد يا بروزو، في مكان إلى أوتافيو، تمرير أقصى الجهة اليمنى، يا سلام يا أوتافيو، ساديو الله، تصويبة يا رب، يا ماني ويا كبر الأماني. يا كبر الأماني ماني، عندما يكون بإمكانك أن تحلق بجناح واحد، إنه ساديو، إنه ماني، عندما يكون بإمكانك أن تحلق بجناح واحد، يا ساديو يا ساديو،
منذ البداية للحظة التي بدأت المباراة فيها ولم ينتهي الشوط. يا للهدف الذي قلب الطاولة، يا للقطة، يا للهفوة، يا للكرة. هل تخطئ أمام من يريد المباراة، من يسجل أولا، من يقول أنا هنا أمام الساديوم؟ انتبه تغلط، انتبه تغلط. بندر يتركهم بعشرة لاعبين على تنفيذ الكرة الثابتة في الأوقات الأخيرة في الوقت بدل الضايع من مسافة قريبة جدا. هذا مواطن البرتغالي موريرا، كرة ثابتة تلس على التنفيذ، وكريستيانو، كريستيانو يتقدم. الله، هل تحرك المرمى؟ أشك في ذلك. الكرة مرت، شوف تصويبة كريستيانو، شوف الطلقة القوية. نعم، كريستيانو لم يخطئ من انتصارات فريق النصر، بينما هنا نشاهد الخطأ اللي يحتسب في الصافرة التي تأتي والتي تنهي أحداث شوط المباراة الأول. مشاهدينا متابعينا، ساديو ماني كانت له الكلمة العليا بعد أن سجل في هذه المباراة. الآن ضربة البداية، تحياتي محدثكم فارس عواض. شوط المباراة الثاني عبر قنوات SSC الرياضية صارت مرتدة، وصلت إلى تاليسكا. يا سلام، تاليسكا عدى، مرر، لكن مقطوعة، عادت إلى بروزو، من جديد إلى ساديو، ساديو في مكان، لكن الكرة أيضا بتتخلص. الثاني قرب، الثاني قرب، يا أوتافيو، يا أوتافيو في الجهة اليمنى بيلعب لك كرة، سلطان الغنام إلى تاليسكا من بعيد. الله، الفوز بدونه لا يلغي أهميته. كل سلاح تملكه ستحتاج إليه، فكيف بتاليسكا؟ يا للسلاح، يا للسلاح، هذا السلاح الثقيل يا لويس كاسترو، السلاح الثقيل، السلاح. الصورة كانت مرفوعة والرأس مرفوعة والقدم ترسل قذيفة عن طريق تاليسكا. يا الله على الكرة، هل غبت في الأسابيع الماضية لتعود بهذا؟ غيب إذا رح ترجع بهذا. الله يا تاليسكا، شوف الغنام، شوف من الاستلام، النية النية النية، شوف الإنهاء، شوف الركنة. يفوزون بدونه، لكن أهميته قد تظهر في لقطة، في لحظة. يا له من سلاح يمتلك النصر، يا لها من قدم يسرى لا تصد، لا تصد. هدف عالمي للعالمي في شباكك يا موريرو، لم تأتي من كريستيانو. انظر إلى تاليسكا، يحتاجه النصر عندما تكون الأمور مغلقة، يحتاجه العالمي عندما تكون الطرق مسدودة والأبواب كذلك. يا فوسير، يا سعيون، يا سعيون، هذه هدية لا يمكن ردها. لماذا لا تقبل الهدايا؟ هل هذه الكرة تضيع يا سعيود؟ بالله عليك هذه تضيع. شوف اللقطة الماضية، اتصرف فيها، انت لحالك، عندك وقت، عندك مساحة، ممكن تكمل، ممكن تركنها، ممكن لوب، اوكي، لكن شوي ضاعت يا سعيود. مو مصدق انه منفرد. كرة بترجع الى تاليسكا، تاليسكا في نص الملعب. الان المعنويات، الان اوتافيو. الله، سلطان الغنام، ممكن العرضية، عرضية، لا 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 يا ساديو. كرة بتتحول عالية وطويلة في مكان، وصلت إلى فوزير، مر فيها، ولكن الكرة بعد ذلك. شايف هذه ثالث مرة يضرب دفاع النصر، لكن رماها رمي. شوف فوزير من الأولى يا فوزير، لكن علي لجامي ممتاز، علي لجامي في التوقيت في العودة. لكن ثلاث مرات كم ممكن يضرب دفاع النصر في شوط المباراة الثاني؟ شوف اللقطة، نشاهد ونتابع هذه اللقطة وهذه المحاولة والبحث عن إضافة هدف ثالث في هذه المباراة، يحسم من خلاله كل الأمور. حائط بشري مكون من فريق الرائد بأكمله. نشاهد ونتابع هذه اللقطة وهذه اللعبة. كريستيانو يتقدم. الله، يا لهذه الكرة التي ضاعت. يا كريستيانو، يا كريستيانو،
بدت وكأنها في المرمى لكن الشباك لم تتحرك. شوف اللقطة، شوف هذه التصويبة القوية جدا، والكرة التي مرت في جانب القائم عن طريق كريستيانو كادت أن تستقر، كادت أن تكسر المرمى. انظر إلى بروسو وتغيير الاتجاه، كريستيانو يتركها إلى الغنام، الغنام إلى كريستيانو، عادت بعد ذلك إلى الغنام. نقلات النصر يتم يمررون الكرة، يستحوذون، يتحكمون، يريدون هدفا ثالثا، وسيأتي وسيأتي وسيأتي. الله، كل أهدافك لهم ولك، لكن هذا لي، هذا لي. هل أخبروك؟ هل تستقبلني؟ هل تختبرني يا كريستيانو؟ رحلت وأنت تفعل ذلك، وعدتم وأنت تفعل ذلك، وهل تفعل شيئا غير ذلك يا كريستيانو؟ يا كريستيانو، ما زلت قاذفة لها، وستظل صاروخ ماديرا، وستبقى دائما الملك والدون كريستيانو. هدف يسجل عن طريق من لا يعرف سوى التسجيل، هدف عن طريق الأكثر مساهمة، هدف عن طريق الأكثر تهديفا. تلسكا يصنع هنا، كريستيانو من بين الأقدام، كريستيانو يصوب، يمناه تحفظ الطريق، يسراه لا تخطئ المرمى، رأسه مرفوعة وعينه لا تنظر إلا للأمام. الدون كريستيانو يسجل هدفا ثالثا ليكمل الليلة، ليكمل الفوز، ليكمل الصورة. الهدف يأتي بعد صراعات مستمرة. تراكم بعشر لاعبين مع النصر في الشوط الثاني وخرج بكرت أحمر، لكن الآن نشاهد الكرت الأصفر. الله يا بروسو، الله يا كريستيانو، الله يا ساديو، هذه تكمل، هذه تكمل، هذه تكمل، هذه تكمل، حرام ما تكمل، هذه كانت الأجمل. كرة عرضية قد تأتي، سلطان الغنام في مكان إلى أوتافيو، استلام مع دوران ممتاز أوتافيو في هذه المساحات، لكن بعد ذلك التمريرة تأتي بالخطأ، صارت إلى محمد فوزير. الله الله يا فوزير، يا فوزير، أنت سجلت أهدافا في هذه المباراة لكن بلا شباك تتحرك. هنا السقوط، هنا اللاعب كريم، وهناك انذار يحتسب في هذا التوقيت للاعب عبد الإله. أول لمسة فيها خطأ، وكريم البركاوي يحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 86. يعني عبد الإله أول لمسة خطأ. شوف اللقطة في اللعبة الماضية، شوف شوف هذه اللقطة وهذا الدخول على كريم البركاوي، لكن شفت هذه اللقطة، هذه اللقطة مكافأة لمحمد فوزير، هو اللي لازم يشوت. محمد فوزير لاعب النصر السابق، الهدف كله محمد فوزير. شايف هنا هذه اللقطة وهذه اللعبة، لا حد يقرب عليه ولا تتناقش معاه، من الصبح يحاول لسه يتفاهم معه. محمد فوزير لازم يشوت، لا تحاول، لا تحاول. ركلة الجزاء هو اللي سوى فيها من اللا شيء فرصة، وبعد ذلك تمريرة والصناعة. كريم البركاوي ماذا وصلوا بعد نهاية النقاش؟ طيب حد يدخل بينهم؟ طيب قرعة يا الآن نشوف إيغور ربما تحدث معهم في هذه اللقطة. هذه ركلة الجزاء مكافأة لمجهود محمد فوزير في المباراة. كنت أقول قبلها أن سجل أهداف لكن بدون شباك تتحرك. فوزير، هذه مكافأة تستحقها يا فوزير، حتى ركلة الجزاء تنفذها بهذه الطريقة. يا للمباراة التي قدمتها. نعم فاز النصر ولكن لم يخسر فوزير، لم يخسر فوزير، فاز بهذا الهدف. خسر الرائد وفاز فوزير بهذا الهدف. يا لركلة الجزاء وهدوء وتنفيذ، والكرة التي وصلت. شايف حتى يا إيغور حصل كرت أحمر على الماشي، وشوف هنا ساديو ماني، ساديو ماني هو ما خلص من بركاوي تطلع.